فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في الحديث أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، أليس يدل هذا على أنهما مخلوقان؟ لا، يأتيان يحاجان لمن عمل قرأهما وعمل بهما، لأنهما حجة من الله اعتمد عليها هذا العبد وعمل بها، فيدافعان عنه يوم القيامة. والله قادر على أن يصورها بصور، مثل ما أن جبريل يتصور بصورة إنسان ويأتي بصورة إنسان، بصورة دحية الكلبي مثلا، الله قادر على أن يصور الأشياء لتقريبها إلى العباد فقط. نعم.